معاكم في أرض من الأراضي الجديدة. هي جديدة علشان اتزرعت في التسعينيات. أراضي رملية، طريقة الري مختلفة، بيبقى عندنا جزء أو عندنا معاد في المناوبة بنروي ري بحاري أو عندنا مياه أبار. ده كله بيأثر على الزراعة وبيأثر على نوعية المحاصيل المنزرعة. بطل هذه المنظومة الفلاح، هو اللي بيقدر يشتغل ويزرع ويشوف زرعته ويتابعها، لو فيها أي مشكلة يحلها، هو اللي بيقدم لنا الخير النهاردة. أنا موجود معاكم عشان أوريكم نموذج في برنامج اسأل مجرب للنجاح داخل زراعة الأراضي الجديدة. برحب بحضرتك الأول. مرحبا جدا. اسمك إيه؟ محمود صلاح المنزلي. ازيك يا حاج محمود؟ الله يبارك فيك. احكي لي قصة الأرض دي إيه؟ يعني إحنا إيه نوعية المحاصيل المنزرعة؟ إحنا فين الأول؟ الأول في منطقة الأشراف، جبل مصنع السكر. أيوة، الأشراف قبل مصنع السكر. إحنا طبعًا نوبارية كده. طبعًا زايد. طبعًا مشروع زايد. هو طريق طويل، وانا جاي هنا بفكر بقول الناس اللي جت تشتغل وقعدت في هذا المكان تستحق التكريم فعلا. المساحه كام فدان وزارعين ايه؟ دي 6 فدادين مزروعه موركت. موركت كل يوسفي؟ كله صغير موركت. اه صفند موركت. اه الاشجار دي عمرها كام سنه؟ الشجر ده عمره 5 سنين. ما شاء الله ربنا يبارك. انت موجود في المزرعه بقالك سنين؟ اه طبعا. لو انا جيت اتكلم على طبيعه الري، طبيعه الارض، التعامل مع خدمه الاشجار دي وانت بتسمدها، هل في مشاكل كانت بتظهر في الزراعه؟ احكي لي انت بتعمل ايه. لا طبعا قبل كل حاجه طبعا اهم حاجه الميه. الميه، الميه طبعا اهم حاجه في الزراعه. يعني ما اعطيتش الميه هو روح البني ادم، اي شيء خلق ربنا هو الميه اساس الحياه، وخلقنا من كل شيء. ماشي، خلقنا من الماء كل شيء، كل شيء حي. فلما جينا هنا نشتغل ايه اخبار الميه؟ لا الميه كانت ملهى عليه. وعرفت منين؟ وتعنيت يعني من حلول المي. حلتوه؟ اه طبعا. طلعت كام جزء في المليون؟ لا 2000. 2000 جزء؟ 2000 جزء في المليون. طب وده يستحمل؟ بس بيستحمله؟ لا طبعا، مع طبعا المعاناة طبعا طول 5 سنين معاناة فيها. بتعمل ايه بقى طول 5 سنين دول؟ تسميد ومعالج ملوحة بالألوفات. طبعا بتصرف كتير جدا معالج ملوحة. يعني كل شوية معالج ملوحة. يعني حوالي بنصرف لحوالي 35,000 جنيه في السنه المعالج ملوحه. في السنه؟ في السنه. وده انت هتكسب كام؟ اهو انت زرعت شجره لازم انت تبقى معاها لغايه الاخر، عايز تحافظ عليك. صعب قوي يعني، في برضه السعر بيموت برضه زي كده من الملوحه. يعني نجات السد بتاعها تحت منه مات، لان الملوحه عاليه تحت منه. الملوحه عاليه. حتى النقاط ما بيصلوش ميه. طب وابتديت بقى بمضادات املاح، فدي ما جابتش معاك نتيجه. يعني تزوج معاه شويه بس صغير، ده لو عمره 5 سنين يعني كان حله اكبر من كده. المفروض الخمس سنين انا بمشي. ايوه بقى احسن من كده. يبقى احسن من كده. بقالك قد ايه بتستخدم جهاز زي ده الوطن ده؟ كان بقالي دخل في 3 شهور. 3 شهور بس؟ هتقدر تحكم عليه النهارده بعد 3 شهور؟ اكيد طبعا. مش متسرع في قرارك؟ لا لا. ايه رايك فيه بعد 3 شهور؟ عمل ايه؟ اولا يعني للناس اللي بتشوفنا، انا كتير سمعت برامج وشفت برامج والكلام ده كلته، كنت بقول هم خلف الكواليس بيرتبوا مع صاحب الارض قبل ما يتكلم. كنت بتتهمني انا كمان؟ معلش انا بقول على البرامج بحال عشان الناس اللي هتشوفنا برضه يبقى يعني بمرض الله. انت كنت بتتهمني؟ الناس دي جات والله لحد قال لي انا فرحان بك. لا انتوا بتعملوا ايه؟ ايوه. ولا هتعمل ايه ولا هتقول ايه ولا احنا هسالوك ايه؟ انا النهارده سلمت عليك، انا ما عنديش اي ترتيب، ودخلت اشتغل. حسن، قلت لك معلومات تقولها؟ لا غششتك اي حاجه؟ لا كل شيء بمرض الله. عايز اعرف بقى ايه اللي حصل في الثلاث شهور؟ لا اكيد في تغيير يعني. زي ايه؟ ما هو انا عايز اعرف التغيير عشان اقتنع. انت الاول ما كنتش مقتنع. كان في التربه، في تغيير في التربه. تغيير الملوحه كان بيبان في التربه. تمام. دلوقتي ما فيش تغيير في التربه، لان جهاز الملوحه بيفتت الملوحه تفتيت. هو اولا ما بيغيرش طعم الميه، طعم الميه هدوكها زي الاول زي الاخر زي كل مره. تمام. بس هو بيفتت الملوحه لجزيئات يستاهل ان ليه ده الكلام اللي الشركه شرحته لك. يعني الشركه شرحته لي، هو اللي باين معايا في اللي على الارض. لو ما بتفتتش الملوحه كانت تجي تحت النجار. لو تقدر تجيب النجار دلوقتي ما فيش تغيير، ما فيش اي حاجه. كلامه الجميل بيقول لي ايه؟ انا فتت لي الملوحه ما بقتش موجوده عند النقاط، بقول له الشركه قالت لك؟ قال لي هو اللي قاله لي واللي انا شفته، لان انا دلوقتي ما فيش جير متجمع عندي على النقاط. دي اول حاجه. بعد كده الشجره بان عليها ايه؟ لا انا زي ما انت حضرتك شايف من مواد. انا مش شايف حاجه، انا عايزه كده عشان احنا ما تقولش ان احنا متفقين زي ما كنت بتقول زمان. الكاميرا هتشوف بنفسها. انا هقول والكاميرا هتشوف معدل النمو. اللون 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 الخضري حلو بسم الله ما شاء الله. يعني كان عندي شجر بيموت زي ديت برضه كده هي. خلاص الحمد لله وجع. دي طبعا كانت خلاص مجربه توصل للمرحله دي، بس بعد الحمد لله ما ركبت الجهاز حلو خالص. تمام. يعني الحمد لله العمليات غير خالص. ربنا يا رب يوفقك. احنا موجودين هنا بعد تركيب الجهاز بثلاث شهور، قلت له عايزك تقول لي رايك بس ما كنتش متسرع.
قال لي على فكره كنت بتهمكم ان انتم مرتبين الكلام، انت النهارده جيت وقفتوا اشتغلتوا اتكلمتوا معايا ما قلتوليش حاجه. وفعلا انا نازل اسم البرنامج اسال مجرب مش اسالني انا.